and they're off and racing. أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الخامس على كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل من مسافة 1400 متر بمشاركة 11 من الجهات بانطلاقة تامرلين، هو الذي يتصدر السباق، بينما تغيرت الصدارة الآن لمصلحة برينسل زام الفائز في آخر مشاركته في مسافة الميل، يلحق به ثانيا. هنالك بارني بير مع الفارسة فينيسا منهتون بريدج، هنا تخطف الصدارة الآن من قبل منهتون بريدج مع الفارس حسين مكي المركز الثاني، تتواجد بارني بير مع الفارس فينيسا مي، والمركز الثالث برينسل زام بالكاب الأحمر الفجر مقبل في المركز الرابع. المركز الخامس بايلاين بشعار العاديات ريسينج، والمركز السادس لدينا أيضا أورق بشعار المحمدية بالكاب الأصفر. هنا دخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع منهتون بري، بينما انطلق بايلاين مع الفارس جيرالد موسي، ومن وسط الجياد انطلاقت أيضا الفجر مقبل مع الفارس شارلز جورج. هنا تخطف الصدارة الآن من قبل بايلاين، سلالة محرر على صدارة هذا الشو، محاولات أيضا من قبل الفجر مقبل مع الفارس مارشالز جورج، لكن بايلاين هو الذي يتصدر السباق ويقترب من انتزاع الشوط الخامس. إذا بايلاين هو بطل الشوط الخامس. المركز الثاني الفجر مقبل، والمركز الثالث يتواجد الجواد رقم 2 برينسل زام تامرلين في المركز الرابع.